meslek inşallah daha uygun olacaktır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mursalin ala sıratil müstakim. Tenzilel azizir rahim. لِتَنْزِلَ قَوْمًا مَا أُنْزِلَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فسلام عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي وجعلني من المكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كان به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع لدينا مضطر آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا بها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا بها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل أشرق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقرا لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وعيت لهم أن عملنا ذرية في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ونتم لو يشاء الله وأطعمنا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون تبصرة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ربنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مضطرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم متاب اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم
كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فلا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر لغوان مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العاقبة تكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لم تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا وإلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في
الدنيا غرينا وفي الغبر مومسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى الجنة رفيعا بفضلك وجودك وكرامك يا إكرم الإكرمين ويا أرحم الراحمين. أي bizleri yoktan var eden, varlığından haber eden Rabbimiz, el açtık, boyun büktük, huzuruna geldik. Bizleri şu mübarek Arefe gününde huzurundan boş çevirme. Günahlarımızı affeyle, günahlarımızı affeyle, günahlarımızı affeyle Allah'ım. Şu kabristanından ayrılmadan affolunmadık hiçbir günahımızı bırakma ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, senin rızan için ve de bir cümle geçmişlerimizin ruhları için, şu kabristanda yatmakta olan haseten bir din kardeşlerimizin ruhları için okunmuş olan Kur'an-ı Hakimleri, okunan Yasin-i Şerifleri, Mülk Sürelerini, İhlas-ı Şerifeleri getirilen tekbirat ve selavatları dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Okurken okunurken oldu ise eksik ve hatalarımızla birlikte kabul eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel Alemin, okunan Yasin-i Şerifleri, Mülk Sürelerini, İhlas-ı Şerifeler, tekbirat ve selavatlardan hasıl olan sevabı evvelen bizzatüle sahi kainat. Bahri Alem Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberlerin, şehitlerin, şühedaların, evliyaların, asfiyaların, salih kulların, bir cümle gazilerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz, seni haberdar eyleyip kabul eyle Allah'ım. Bizleri onların içinde şefaat hakkı olanların şefaatine nail eyleyip mahşerde bizleri onlara komşu olan kullarından eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel Alemin, yine hasıl olan sevabı, hasreten şu an burada toplanmamıza vesile olan, şu mübarek hapislerde yatmakta olan bir cümle din kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, seni haberdar eyleyip kabul eyle. Onların günahlarını affı mağfiret eyle. Sual azabı, kabir azabı gösterme Allah'ım. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle Allah'ım. Geride kalanlarına sabrı cemil, hayırlı rızıklar ihsan eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel Alemin, yine hasıl olan sevabı, uzaktan yakından gelip şu an burada duamıza ilacı amin diyen bir cümle din kardeşlerimizin de geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, kabul eyle. Acizane kendi ruhlarımıza hediye ediyoruz, kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, yine hasıl olan sevabı, kabirlerinde isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bize de bir Fatiha yok mu diyelim inimliğe bize din kardeşlerimiz vardır, onların da ruhlarına hediye ediyoruz, seni haberdar eyleyip kabul eyle. Yine hasıl olan sevabı, sahibül hayrat, delilül hayrat ve hasenatında ruhlarına hediye ediyoruz, haberdar eyleyip kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, yine hasıl olan sevabı, İslam'ı el ele, dilden dile, gönülden gönlümüze kadar getirip bizlere ulaşmasına vesile olan aziz hocalarımızın, sahabenin, tabinin, tebe-i tabinin, evliyaullahın, eyme-i müşterinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz, haberdar eyleyip kabul eyle. Hasreten civarımızda mesbun bulunan Hacı Muradi Veli Hazretlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, haberdar eyleyip kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, yine hasıl olan sevabı, gerek yanı başımıza Suriye'de, gerekse dünyanın birçok noktasında hayasız, cevasızca katledilmiş, Sittin-i Mubin İslam için katledilmiş nice din kardeşlerimiz var. Onların da ruhlarına hediye ediyoruz ya Rab, seni haberdar eyleyip kabul eyle. İlahi ya Rabbel Alemin, bizleri kendine gerçek manada kul, Habibine de gerçek manada ümmet eyle. Bizleri sevdiğin, razı olduğun kullarından eyle. Helalinden rızıklarımızı bol eyle, haramından koru, bizleri senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizleri hakka hak bilip hakka intiba, batılı de batıl bilip batıldan iştinab eden kullarının cümlesine ilhak eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel Alemin, bizleri her türlü fitnelikten, fesatlıktan, cimrilikten, cesatlıktan, şeytanın şerrinden, nefsin şerrinden, kötü insanların şerrinden, her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden, her türlü korku ve kederden, hasreten, kabir azabından, cehennem ateşinden, son nefeste imansız ölmekten sana sığınıyoruz ya Rab, bizleri muhafaza eyle. İlahi ya Rabbel Alemin, askerimizi, polisimizi muhafaza eyle. Askerimize, polisimize, vatanımıza, milletimize düşmanlık etmek isteyen iç ve dış düşmanlarımıza sen fırsat verme Allah'ım. Onları ıslah eyle. İslahları mümkün değilse El-Kahhar ismi Celil'in yüzüsü hürmetine kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, diğer ülkelerde nice din kardeşlerimiz zulmedilmektedir. Onlara yardım eyle. Onlara zulmedenleri de ıslah eyle. Islahları mümkün değilse kahru perişan eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel Alemin, bizleri
tıpkı şu anda olduğu gibi ecdadına hayırlı olanlardan eyle. Yavrularımızı, gençlerimizi de bizlere hayırlı olarak yetiştirmeyi, yetiştirebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizlere son nefesimize kadar kamil bir iman ile yaşayıp, son nefesimizde kamil bir iman ile buyurun ki, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah 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 diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil âkıbeti hasene ve qina azâbennâ. Kulli ve li vâlideyye ve lil mü'minîne yevme yevmul hisâb bi rahmetike ya erhamer râhimîn.